في غيرة، الغيرة غيرتان. الغيرة الأولى يحبها الله، الغيرة من ريبة، يعني فعلا أنه يرى أن فيه ريبة، في شيء داخل البيت، فيه تخطئ خطأ وتكرره، يجب أن يغار. والغيرة غضب لله، لأنه ما أحد عاقل يقبل أن يخالطه في عرضه أحد. هذه يحبها الله، الغيرة من ريبة. في غيرة يبغضها الله، وهي الغيرة من غير ريبة، مؤمنة غافلة تقية. وش تكلمين من؟ عطيني الجوال، يفتش جوالها، جتها رسالة واتس في تالي الليل، ما الناس مرسلينها، واحد انه يقول اشتركوا معنا في مسابقة كذا، ما يبقى زين، وخذ جوالها وفتشه ثم رده، ولا تقفلين الجوال، واذا جيت تكلمين كلمي عندي وانا قاعد، ها طلعتي ليه؟ هذه مسجلتها باسم من؟ هذه من هي؟ من صاحبتك؟ من؟ بسم الله الرحمن. عذب هالمؤمنة عذاب. واذا قالت ودني لاهلي، قال تراني انا احبك، هذا حب محرق، هذا حب من الشيطان أصله. لذلك الغيرة يجب أن تتوازن. أيضا عند النساء الغيرة مثل الأمومة، كما قال العلماء. الأمومة المرأة الآن ترضع طفلها، تغسل طفلها، تنظف طفلها، تنومه، تصبر عليه، مركوزة فيها. ولاحظوا أن إذا غابت أم العيال عن البيت، هم عندك كم طفلين، طلع في واحد منا قرنين، صحيح يناطح به من الهم، ما تقدر يتحمل الطفل لمدة ساعة، حتى لو أمه نازلة عند المستوصف وهم معه في السيارة، قامت الحرب في السيارة، متى ترجع أمك تفكني من شرك؟ طيب ليه عمرها كله صابرة عليهم؟ مركوزة فيها الأمومة، كذلك مركوز فيها الغيرة. والغيرة بدايتها حب، نهايتها احتراق. الحب إذا زاد بسبب الغيرة يحرق القلب. ولذلك معظم المطلقات والمطلقين يحبون بعض. نسبة اللي ما يتحبون 20%، 80% من اللي يطلقون بسبب الغيرة يطلقون وهم يحبون، بس عجز يتحمل، وهي تقول طلقني لأنها عجزت تصبر. لذلك نقول توازنوا في المحبة وتوازنوا في الغيرة. ولذلك الرجل إذا شاف امرأته تغار عليه يتلذذ بهذا دون تعذيبها. بعضهم يعذبها، الله يرزقنا المال ونعرس، الله شفت وش رايس فيها، ما ادري الملبس الزين، واذا البس بش تقعد يدور حولها يقول ما اصلح اصير معرس، وما يحرقها. ويوم رحنا لفلان والله قعدنا في الاستراحه وتقاطه والزملاء كلهم من 10,000 يبون يزوجوني. طيب في مسجد في الحاره ورا ما تقاطه ويعمرونها، الله يجزاك خير.